انت تقول انا قلت انت انا مبدع وموقفكم على المسرح وقلت لكم المشهد اللي عندي خليتوني قلت تقول تخليك واقف. طب انا قلت لك الحين هذا وانت جالس جالك تسلم بيض الله وجهك. نعم طيب يعطيك العافيه. شكرا لك. يا هلا وسهلا مهدي. مرحبا ومسهلا. مهدي او مهدي؟ مهدي. مهدي اسمي كامل. اي انت مهدي القحطاني. مهدي ونعم والله بس اقصد النطق بس عشان انطقه صحيح. في ناس يقول مهدي وفي ناس مهدي. مهدي مهدي كلش. وش فيك مستعجل تقول بمشي؟ خليه عشان ياخذون راحتهم. عاد كلنا ماخذين راحتنا كلنا جالسين. قصدي الشيوخ ذولا وانتم كلكم. قصدي بروح هناك انت. اي تروح. لا المشهد هنا ما كان هنا. اي لا هناك. طيب بس استاذن معليش عشان اللقاء. اي خلاص الله يعطيك العافيه. بيض الله وجهك. سم؟ قصدي كذا. شلون؟ قصدي يجي بدلي وانا اروح هناك لين يخلص. شلون ما فهمت؟ انت وين تبي تروح؟ انا ابي الرجال يجي بدلي عشان يمثل ويا الرجال. يروح يمثل قدامه؟ لا هو كان يبغاه جنبه. خلاص تمام. مهدي ليش شاركت في البرنامج؟ والله شاركت لي طموحات واجد. وش طموحك؟ طموحي اني بين زملائي ذولا كلهم. اي طموحك انك تكون بينهم؟ بينهم وفي ذا. تسمعون صوته؟ يعني هذا طموحك خلاص يعني يا اداره خلاص مهدي اكتفى وصار مع زملاء اليوم يقدر يمشي. ما يبقى كذا ما يبقى. ها؟ قلت طموحي. انت قلت طموحك وصلت طموحك. طموحي اني اصير في القناه واصير مع اخويا ذولا وغيرهم. وغيرهم ما اقنعوك؟ غيرهم اللي الباقيين قبل هنا. اه الله اللي بيقعد اللي بينقبل هنا في 18. انت حتى اللي بينقبل ما تعرف كم عددهم. 24 يقول 18 و6 كره ذهبيه. أي واضح انك عارف نفسك من تم الكره الذهبيه. الله ليش هذا توفيق من اول. ما ما ما, ما, ما انت واثق من قدراتك وانك تقدر تقنع الناس؟ الحمد لله اني واثق بس قلت لي 18 هي تصويت. طب بس لك سؤال جاوبني بصراحه. لبينا بدك. وقعتوا على العقود وسامي لما جاكم قال ممنوع الجوالات صح؟ لبينا بدك. اكتشفت ان واحد من اخوياك مع جوال. لب والجوال يخرب النسخه صح؟ ايوه ويقلب الرجال على خويه صحيح؟ مثل كثير من النسخ يقول فلان قال في كل يشوف مقطع ويدخل بينهم الشيطان في النهايه بس عادي اللي دخل جوال عادي. وحتى لو كان مثلا وضعه صار افضل منك الله يرزقه عادي بتسكت عادي. هو وضعه هو قدم اللي عنده وانا قدمت اللي عنده بس هو قدم اللي عنده بالمساعده مع الجوال بتقول يراجع. طيب حلو دشفوا الاداره بعدين قال الجوال ايش بتقول؟ يشيل ها؟ يشيل اللي يبغوا. هو شاف الجوال قالك جوالي انا. اي وقال لك يلا مع السلامه. وش بتقول؟ بتعلم؟ لا انا ما ادري الجوال يمكن ما ادري الجوال. انت شفت الحين دخلت وشفت انا معي الجوال في الغرفه جالس وادعم في بثوث التيك توك. بتروح تبلغ الاداره ولا ما؟ كل حادث الا حلو يعطيك العافيه. خلاص من الحين ترى لازم ياخذون حذرهم والله. سلطان اخوك سلطان. الله الله ونعم فيكم. تتوقع قبولك في البرنامج عشان اخوك؟ قبول من الله صحيح وكل شيء بامر الله سبحانه. نعم. وتعالى. نعم. لكن سلطان كان مشارك. نعم السابق مشارك في برنامج سابق. نعم. وهذا اكيد انه اعطى يعني دفع لك باسم سلطان انك انت تدخل. لا. البرنامج لا والله احنا قدمنا شفنا اخوينا اللي قدموا قبلنا. والبرنامج مثل انت عندك شيء تبي تقدمه البرنامج يساعدك. حلو. يعني يبسط لك بعض الامور يعني انت يمكن عندك ما عندك انك الاستعداد انك تقدر تبدا من المرحله. فالبرنامج يبداك من الصفر. عرفك العالم تبدا في المسرح تبدا في الرياليتي تبدا في التمثيل. انت تشوف نفسك شاطر؟ وين تشوف نفسك شاطر؟ اقول لك في المسرح. في المسرح تشوف نفسك في المسرح في الرياليتي في المقالب في السوالف العفويه. ليش هذه المواهب كلها عند اغلب المتسابقين؟ انا شاطر في الرياليتي في شاطر في الرياليتي. انت شاطر في الرياليتي؟ ايه ما في غيرك. انت شاطر في الرياليتي؟ شوف مو بشاطر في الرياليتي.